الساعة 11:30 هكمل. يا باشمهندس انا حضرتك. طيب يلا هنرجع نكمل بقى. طيب دلوقتي هتعامل مع التشايلد ايليمنت، ان انا يبقى عندي ايليمنت عبارة عن بيرنت وجواه تشايلد ايليمنت، ازاي اكسس التشايلد ايليمنت دول؟ ماشي. اول حاجة انا عندي حاجة اسمها تشايلد ايليمنت كاونت، دي بتحسب لي عدد الابناء، دي بتساوي تشيلدرن دوت اللينس. ماشي. تشيلدرن دوت اللينس اللي انا عمالة استخدمها هي اهي، دي هي بتساوي تشايلد ايليمنت كاونت. تمام. طيب تعالى انا عندي هنا في اب اسمه مايديف، تمام، عايزة هجيبه وهشتغل عليه الجزء ده، هقول له for parent equal document dot get element by get element by id. ماشي. ال id بتاعها اسمه my div. تمام تمام انا خليته هنا عشان هستخدمه كتير. طيب انا عايزه اجيب الكاونت، فانا هقول له for child count عدد الابناء، تمام، هيساوي ايه؟ هيساوي البيرنت دوت child element count child child element. ليه مش شايفها؟ ليه مش شايفها؟ اهو يعني document dot element by id dot child element count اهو. هو اسمه مايدا. ماشي. وكله بيرنت دوت تشايلد element count، وبعد كده قلت له كونسول دوت لوج اطبع لي التشايلد بتاعه. تمام. طلع لي 4 زي ما انتوا شايفين كده، طلع لي 4. طيب تعالوا كده نعدهم فعلا. وعنده كام ابن؟ 1 2 3 4. مين؟ ال H1 ابن، الباراجراف 1 الباراجراف ابن، الفورم ابن، التيبل ابن. فكده هو فعلا عنده 4 ابناء، 4 four children اهو، عشان كده طلع لي 4. طيب يبقى انا ممكن اجيبها ازاي؟ ممكن اجيبها عن طريق child element count، وممكن اقول له دوت بيرنت دوت تشيلدرن دوت اللينس. ماشي. يعني ممكن اقول له كده، وممكن اقول له دوت دوت تشيلدرن هات لي الابناء بتوعك وهات لي اللينس بتاعهم دوت اللينس. تمام. كده هيديني 4 وكده هيديني 4. تمام اهو نفس اهو الطريقه، وادانا 4. تمام. طيب دي اول حاجه انا ممكن اعرفها في الجزئيه دي. تمام. طيب انا عندي بقى تشيلدرن دي اس تشايلد. تمام. children دي بتجيب لي لسته بالابناء. تمام. بتجيب لي لسته بالابناء. تمام. طيب وchild node نفس الكلام، لسته بالابناء. بس خد بالك بقى، اي حاجه فيها نود من دلوقتي لحد ما الاخر بتعتبر التكست المسافه الفاضيه. بص المسافه بين هي الابن ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن تكست فاضي من هنا لهنا ابن. ماشي. ومن وطبعا من كل واحدة ومن كل عنصر وعنصر بيبقى ابن. اي حاجة فيها نود تشايلد نود، النود دي بتجيب المسافات الفاضية دي وتعتبرها ابن من الابناء. طيب لو انا عايزة بقى اتعامل واجيب الدايركت تشايلد تشيلدرن، يبقى انا هتعامل بالفانكشن اللي اسمها تشيلدرن بس، سوري بالبروبرتي اللي اسمها تشيلدرن بس. تمام. طيب احنا برضو مش فاهمين. طيب تعالوا نمشي واحده واحده، نمشي واحده واحده، وبعد كده الدنيا هتفهم وهتوضح اكتر.
تعالوا بقى احنا في الجافا سكريبت، انا عندي جبت الاب وخزنته في فاريبل اسمه بيرة، تمام. طيب تعالى هنا اقول له عايزه فور ماي دايركت children دايركت تشايلد هتساوي، هقول له ايه؟ هقول له البيرنت دوت تشيلدرن تشيلدرن، تمام. انا كده جبتهم، تمام. طيب انا عايزه لوب، عايزه لوب عليهم، تمام. فانا عايزه اقول له عايزه اجيب السايز، ماشي. السايز انا جبته اهو تشايلد كاونت، هو ده السايز، ماشي، هو ده السايز، تمام. طيب فانا هقول له ايه؟ عايزه لوب عليهم فور فور اي equal 0، ال i أقل من ال child count ال i plus plus. طيب هتعمل ايه يا عم؟ عايز ايه؟ عايز تطبع لي العنصر نفسه، وعايزه تطبع لي الانر دوت اتش تي ام ال بتاعه، تمام. طيب فهقول له ايه؟ هقول له كونسول دوت لوج، تمام. هقول له ماي دايركت تشايلد اوف الاي، تمام. وهقول له ماي دايركت تشايلد اوف الاي دوت انر اتش تي ام ال، ماشي، دوت انر اتش تي ام ال. طيب التشيلدرن بتجيب الابناء المباشرين، تعالوا نشوف. اوه ضرب في سطر 300، ايه اللي حصل؟ دوت عملها كومة، دي دوت، دي دوت يا جماعة، انا عملتها كومة، ماشي. طيب ايه اللي حصل؟ واحدة واحدة اهو، احنا بدايتنا هنا صح. الابناء بتوعه مين؟ ركزوا بقى، H1 وبعد كده الباراجراف وبعد كده الفور وبعد كده التيبل. طيب تعال، جاب لك اول مره H1 العنصر بتاعه، ليه؟ انا قايله له كونسول دوت لوج الماي دايركت تشايلد اوف الاي، فجاب لك العنصر بتاعه اللي هو ده. بعد كده الانر دوت اتش تي ام ال، الانر دوت اتش تي ام ال بتاعه، جاب لك التكست اللي جواه، تمام. بعد كده جاب لك الباراجراف، تمام. طبعا الباراجراف ده احنا منسقينه، فحتى جايب لك التنسيقات بتاعته اهي معايا، تمام. وبعد كده جاب لي الانر دوت اتش تي ام ال بتاعته اهي، هيلو وورلد، تمام. تالت حاجه جاب لي الفورم، تمام، وجاب لي الانر دوت اتش تي ام ال بتاعه اهو، الكلام اللي جواه. رابع حاجه جاب لي التيبل، الابن الرابع هو التيبل، والانر دوت اتش تي ام ال بتاعه انا مش حاطه اي حاجه، انا سايبه فاضي اهو، انا سايبه التيبل فاضي مفيش اي حاجه، علشان كده جابها لي مسافه فاضيه، تمام. فاهمين؟ ركزتوا كده في الـ في الـ في الـ في التشيلدرن؟ طلعت ايه؟ طلعت الابناء المباشرين، لا تكستات بقى ولا مسافات ولا اي حاجه، سامعني شباب؟ فاهمين باشمهندسين؟ سامعني؟ طيب الصوت وصل لكم كويس؟ تمام. طيب يلا نعمل نفس الكلام، نفس الكود، بس مش عايزاه على children، عايزاه على child node، تمام. هاخد الكود ده كوبي، ماشي، هعمله تحت، بس هغير طبعا ده. انا هقول له ماي اول تشايلد، اول بقى لان دي بتجيب حرفيا الاول فعلا، تمام. فهقول له بيرنت دوت تشايلد، بيرنت دوت تشايلد، انت بتكتب ازاي تشايلد في اتش اي ال دي، وبعد كده نود، ماشي. مش عارف ليه، شوية بنود هاخدها زي ما هي، تمام. بس طبعا دي
دي ليها لينس، يعني لازم اجيب لها سايز غير التاني، لان دي عددها التاني كان التشيلدرن بتوعها 4، دي التشيلدرن بتوعها اكبر، تمام. فانا هقول له ايه، هقول له السايز بتاعها، هقول له فار سايز هيساوي طبعا بيرنت دوت تشايلد نوت، اهي ظهرت كويس، دوت اللينس تمام. فانا دلوقتي لما اقول له فور فار ايكوال اي، الاي اقل من السايز تمام، الاي بلس بلس، وهقول له كونسول بيبلوك كل حاجه بقى تمام، واحده واحده، وتعالوا نشوف ايه اللي ظهر. طيب انا بدايتي منين؟ وانا في سطر كام اصلا؟ المفروض هيطبع لي في 306 و308. ليه بقى؟ عشان انا عايزه اقول له دي نسيت اغير دي يا جماعه، نسيت اغير دي لماي اولد تشايلد تمام. طيب تعالوا ليه واقف عند 300؟ ليه ما ليه مش طابع حاجه؟ فور سايز بيرنت دوت شايلد، بيرنت دوت شايلد. طيب هو كده ايه مش شايف؟ طب يا بيرنت دي غلط، بيرنت لا صح، بيرنت دوت شايلد تمام. فور سايز ايكوال بيرنت، اغير دي. طيب السايز دي عاملها ايه؟ مش فاهمة يعني. مش عارفة، ما بيطلعش، مش بيطلع. طيب خليني اقول له كونسول دوت لوج هنا بس عشان اتاكد ان هو شايفها. كونسول دوت لوج لوج ماشي، ماي اول تشايلد تمام. عايز اعرف دي 300، دي 304. طيب هو شايفها، امال ايه بقى مش بتلوب عليها ليه؟ شايفها. وبصوا يعني هناك كان بادئ عندي ب H1، هنا بادئ بتكست المسافة. طيب واحدة واحدة بقى، var size equal ب المشكلة هي يا جماعة عاملة لينس وبعدها ال مش سيمي كولون، هي دي المشكلة. هنا كنت حاطة حرف ال ال مش سيمي كولون، هي دي اللي موقفة الكود اللي بعدها تمام. فاحنا جينا دلوقتي لو جينا اشتغلنا الدنيا هتشتغل عادي جدا اهي ماشي. ممكن يبقى الايرور حاجة عبيطة زي ما كان ظاهر معايا كده واحنا مش عارفين. طيب اول حاجة في قال لك تكست والانر اتش تي ام ال بتاعها انديفاين. طب جاب التكست ده منين؟ جاب التكست ده منين؟ قال لك اهو المسافة دي لحد اتش 1 هو شايفها عبارة عن انها ابن اسمه نود، والنود ده تكست. طب الانر اتش تي ام ال بتاعها انديفاين ليه؟ لان مفيش اصلا، مفيش تمام. طيب تاني ابن اللي هو H1 ماشي، وقال لي ويلكم تو ماي داتا الانر HTML. التالت اللي هو ايه؟ المسافة بين H1 والبي هتبقى عبارة عن تكست ماشي، وطبعا الانر HTML بتاعها انديفاين. الرابع هيبقى الباراجراف والانر HTML بتاعه اللي هو وورلد. الخامس طبعا المسافة بين البي والفور، وهكذا بقى يا جماعة. بصوا أي مسافة هيعمل الكلام ده. طيب تعالوا كده أقول له ايه، هحطهم كلهم لازقين في بعض ماشي، شوف ايه اللي هيحصل. انا همسح دول اصلا، يعني همسحهم والزق دي ماشي.
بعد كده لزقت تيبل فيهم، وبعد كده لزقت ده. بصوا انا لزقت كل حاجة في بعض اهي، تعالوا بقى نرن اهو. قال لي اول عنصر هو الباراجراف، ماشي، وجاب لي ال inner HTML بتاعه. تاني عنصر قال لي هو سوري، اول عنصر هو H1، تاني عنصر هو الباراجراف، تالت عنصر هو الفورم فاضي، رابع عنصر هو الفورم فاضي. بصوا ده ايه، ده اللي هو كان فوق، يعني ده اللي هو ده اللي هو اللي تشيلدرن، ماشي. بصوا ده اللي هو اللي تشيلدرن، بصوا بقى على اللي تحت نفسه في اختلاف. بصوا من اول هنا لحد هنا ومن اول هنا لحد هنا في اختلاف. لا مفيش اختلاف. طب ليه مفيش اختلاف؟ علشان انت بص عملت ايه، شلت كل المسافات. وانا النود بالنسبه لي اي حاجه فيها نود بتعتبر المسافات، المسافه دي بتبقى عباره عن ابن من ابناء الاب، تمام. طيب فاحنا لو هنحتاج يا جماعه ان احنا نتعامل مع التشيلدرن، بلاش نستخدم حاجه فيها نود خالص، وخلينا بنتعامل مع التشيلدرن دايركتري علشان ما يحصلش معايا مشاكل، عشان التكستات دي هتعمل لي مشكله. يعني انت مثلا جايب دلوقتي ليست، جايب ليست فيها كل الابناء، تمام. بعد ما جبتها انت معتقد دلوقتي ان البي دي هي الاندكس رقم واحد، فانت قلت له الليسته دي وفي الاندكس رقم واحد، واتعاملت وادي لها ستايل ومش عارف ايه وكل حاجه. فانت جيت هتتصدم ان جيت لقيت ان مثلا اللي هي الباراجراف ده مش هو الاندكس رقم واحد خالص، والتنسيقات اللي انت اديتها له ما اتطبقتش، وتبقى مش عارف بقى ايه وانت مستخدم نود. يا جماعه نود اول يعني اول ابن ليها اللي هو المسافه دي، ده تاني ابن، تالت ابن ليها المسافه بين هنا وهنا، فده رابع ابن، يعني ده الاندكس رقم 3 مش رقم 2، تمام. فالتنسيقات اللي انت هتديها اللي هو المفروض مثلا رقم 2 هتروح في الفراغ للمسافه بين هنا وهنا للهواء. فلو هنتعامل مع الابناء، لو هنتعامل مع التشايلد، انا مش بفضل خالص ان احنا نتعامل مع التشايلد، تمام. الافضل ان انا اتعامل مع التشيلدرن بتروح تتعامل مع الدايركت على طول، ماشي. طيب لو عايزه اجيب اول عنصر في التشيلدرن اللي عندي هقول له تشيلدرن اوف الزيرو، تمام. طب اخر عنصر التشيلدرن دوت اللينس، نفس الكلام مع اول نود تشايلد نود اوف الزيرو، اول نود اللي هي بتبقى عباره عن مسافه، تمام، واخر نود تشايلد نود دوت اللينس، تمام. طيب هو بيقول لك ان ممكن هنا جاب العنصر وجاب اللي تشايلد نود دوت الزيرو بتاعه واداله تكست كونتنت وقال له هات التكست كونتنت، ماشي. وفي طبعا في عندي حاجه اسمها فيرست element تشايلد وفي لاست element تشايلد، ماشي. في فيرست element تشايلد وفي لاست element تشايلد وفي فيرست تشايلد وفي لاست تشايلد، هو بيساوي كل الحاجات دي. فاهمين ولا مش فاهمين؟ شباب الحته دي لازم اطبق عليها. first element child هيجيب لي اول عنصر، اول حاجه اللي هو مثلا هنا ايه first element child، لو قلت له مثلا document dot get element by id اللي هو my div، بعد كده قلت له dot first element child هيجيب لي ده، هيجيب لي ال h1، وبعد كده قلت له dot inner html هيجيب لي welcome to my div. مش لازم اطبق عليها يعني، هي لي مفهومه. حد وقع مني؟ طيب انتوا نمتوا؟ طيب طب صوتي مش مسموع. طيب ايه لا الدنيا، انتوا تمام. فاهمين ولا ايه؟ طيب الجزء بتاع first element child و first child والكلام ده هو معروف يعني سهل، مش لازم اطبق معاه بايدي، يعني مش لازم اطبق بايدي معاكم عشان لسه قدامنا كتير. احنا لسه في صفحة 7 واحنا قدامنا 16 صفحة، تمام. طيب لو انا بقى واقفة عند element وعايزة اجيب البيرنت بتاعه، قال لك ممكن تجيبه بالبيرنت element او بالبيرنت node، تمام، يا اما بيرنت نود يا اما بيرنت element، حلو. طيب تعالوا دي نطبق عليها، ماشي. هقول له تعالوا كده نبص على عنصر في ال HTML، تعالى مثلا نجيب البيرنت بتاع اللي هو الباراجراف ده اللي هو B1، مين البيرنت بتاعه، مين البيرنت بتاع العنصر ده؟
مين البيرنت بتاع العنصر ده؟ يا جماعة ردوا، مين الكونتينر بتاع العنصر ده؟ البادي. هو في بيرنت غير البادي؟ في كونتينر غير البادي؟ هو محطوط دايركتري كابن في البادي. ماشي، فانا هقول له فار الباراجراف بيرنت ماشي، هيساوي هقول له دوكيمنت. طبعا انا دوكيمنت دوت جيت اليمنت، دوكيمنت دوت جيت اليمنت باي اي دي ماشي. الباراجراف ده الاي دي بتاعه اسمه بي 1 ماشي. هقول له دوت بيرنت اليمنت، هات الاب بتاعه بيرنت اهو بيرنت اليمنت تمام. وهقول له كونسول دوت لوج البيرنت بتاع الباراجراف تمام. طيب يعني 311 المفروض يطلع لي الاب بتاعه اهو. مين الاب بتاعه؟ هو البادي، قال لي الاب بتاعه هو البادي تمام. ينفع اعملها بيرنت اليمنت وينفع اعملها بيرنت نود تمام. اهو بيرنت نود هتطلع لي نفس الرزق تمام، اهي نفس الرزق تمام. طيب لو انا بقى عايزه اجيب انا وفي شويه اخواتي كده، يعني انا وكم نود جنبي، عايزه اجيب النود الاخ اللي بعدي والعنصر الاخ اللي بعدي والنود الاخ اللي قبلي والعنصر الاخ اللي قبلي، هعملها ازاي؟ تعالوا نمشي برضو، هنعملها على باراجراف 1 ماشي، هنطبق اللي هنطبقه على البي 1 ده تمام. انا عايزه اجيب النود اللي بعدي، النود يا جماعه ناخد بالنا من النود، النود بتعتبر المسافات، فالنود اللي بعدي هتبقى مسافه مش الباراجراف، العنصر اللي بعدي هو اللي باراجراف تمام. طيب واحده واحده، طيب هقول فار ماي نيكست بلانك نود بقى، هقول له نود مش إلم ماشي، هتساوي document dot get element by id b1 dot next line. طيب خليني اخد دي كوبي، document dot get element by id dot next ماشي. وبعد كده اقول له كونسول دوت لوج، اقول له ماي نيكست بلايند. طيب احنا عارفين ايه المتوقع اللي هيطلع لنا ماشي. استنوا كده، ده سطر كام؟ 314. فتعالوا كده نشوف 314 هتطلع لي ايه. اهو بصوا، النود اللي بعدي عباره عن تكست اهو، فين اصلا الباراجراف اللي الاي دي بتاعه بي 1 اهو. طيب مين النود اللي بعده؟ النود اللي بعده يا جماعه مش العنصر، النود اللي بعده المسافه بين دي ودي. طيب تعالى كده الغي المسافه واشوف ايه النود اللي بعده اللي هتطلع. بص انا لغيت المسافه، ايه النود اللي بعده هتطلع؟ اهو الباراجراف الثاني، النود اللي بعده بعد ما لغيت المسافه طلع لي هو الباراجراف الثاني تمام. لو رجعت المسافه كنترول زد ماشي وكنترول اس، هيبقى النود اللي بعد ايه؟ المسافه اهي. طيب ده النود اللي بعدي. طيب لو انا مش عايزه النود اللي بعدي، بصوا نيكست اليمنت سبلاينج، هتجيب العنصر الاخ اللي بعدي، العنصر الاخ اللي بعدي مش النود ماشي. خلينا ناخد دي كوبي ماشي، وهقول له بس بدل نود دي اليمنت تمام، وهقول له دي نيكست element line ماشي. وبعد كده هاخد دي كوبي ماشي، دي بتجيب النود اللي بعدي، دي بتجيب العنصر التاج اللي بعدي ماشي.
هديت لي العنصر اللي بعدك كذا. تمام. طيب فلو انا عايزه اتعامل يا جماعه وعايزه اجيب فعلا النود اللي بعد اللي هي الاخ بتاعتي ولا الساعه، اللي افضل بلاش نيكست سيبلاين، عشان ممكن يجيب لك الاخ اللي بعدك لو انت تقصد ان هو تاج هيجيب لك مسافه، فبلاش نستخدمها، خلينا في النيكست اليمنت سيبلاين وفي البريفيوس اليمنت سيبلاين. ماشي. طب البريفيوس اليمنت سيبلاين بتجيب اللي قبلي. طيب قبل ما اروح واجيب اللي قبلي، هو في اصلا قبله حاجه؟ ردوا، في قبله عنصر؟ في قبل العنصر ده في عناصر تانية؟ في اخ قبليه؟ هو اول ابن في الابناء يبقى ملوش اخ قبليه. تمام. تعالوا بقى هنشوف ايه اللي هيظهر. خلينا نقول له هنا بريفيوس. ماشي. هقول له هنا بريفيوس. تمام. وهنا هقول له بريفيوس element sublime. ماشي. طلعنا الطبيعي لان مفيش اخ قبله، مفيش عنصر قبله، هو اول عنصر اصلا عندي في الابناء اللي هو البي ده. هل في عنصر اخ قبله؟ لا مفيش، فطلعنا له. طيب تعالوا نعملها بالبريفيوس سيبلاين. طب حد يقول لي بقى هي بالبريفيوس سيبلاين هتطلع نل ولا هتطلع حاجه؟ شباب وانا بكلم نفسي، فكروا شويه يا جماعه. لا صح صح عشان لسه في وقت، يعني لسه في شويه، احنا يا دوب في 8. صحصحوا شويه. حد يقول لي يا جماعه لو جبت البريفيوس سبلاينج هتديني ايه؟ لو جبت البريفيوس سبلاينج للعنصر ده سامعين صوتي ولا مش سامعين صوتي؟ سامعين. طيب البريفيوس سبلاينج ده هيديني ايه؟ عشان اقول النكست سبلاين بيجيب النود اللي بعدي والبريفيوس سبلاين بيجيب النود اللي قبلي. قلت النود اي حاجه فيها نود بتعتمد المسافات، وفي مسافه بين البادي وبين وبين التاج اللي هو بتاع الباراجراف، يبقى المفروض ان هو هيديني ايه؟ يبقى المفروض ان هو هيديني تكست. تعالوا نجربها. ايه الصعب في كده؟ ايه الصعب في كده؟ صعب في كده بقى. انا قلت له هات لي البريفيوس نود اللي قبلك، هات لي البريفيوس نود اللي قبلك. طيب في مسافه، في مسافه بيني وبين الاب بتاعي، يبقى البريفيوس نود بتاعتي هتبقى تكست زي ما هو طلع لي كده. اللي قبلها قلت له هات لي البريفيوس نود، سوري قلت له هات لي البريفيوس اليمنت، هنا قلت له هات لي البريفيوس اليمنت. الاليمنت يعني التاج بتاع الاتش تي ام ال اللي قبلك. انا مفيش تاج قبلي، انا اللي فوقي على طول الاب بتاعي، مفيش قبلي، فعشان كده طلعت نل. صحصحوا شويه يا جماعه، صحصحوا شويه، صحصحوا، لسه قدامنا شويه النهارده، هو عشان لسه قدامنا حوالي ساعه. تمام. مفهوم كده. بجيب الاخ اللي بعدي النود الاخ اللي بعدي والنود الاخ اللي قبلي والعنصر الاخ اللي بعدي والعنصر الاخ اللي قبلي. ويستحسن لو انت بتتكلم على تاج عايز تجيب التاج اللي بعدك
او اللي قبلك وتنسقه استخدم النكست اليمنت سبلاينج والبريفيوس اليمنت سبلاينج، بلاش النكست سبلاينج والبريفيوس سبلاينج على طول عشان بتعتمد مسافات، ممكن تلاقي اللي قبلك او اللي بعدك مسافه وتنسق مسافات، ومسافات اصلا يعني حاجه مش موجوده. تمام. طيب الكلاس ليست بقى، الكلاس ليست لو انا عندي مثلا عنصر ماشي واخد اكتر من كلاس، مش انا قلت ان انا ينفع ادي العنصر الواحد اكتر من كلاس، فالكلاس ليست دي بترجع لي الكلاسز الخاصه بعنصر معين. تمام. تعالوا في ال HTML ونعمل، نيجي نعمل هنا سكشن مثلا، هقول له سكشن ماشي، السكشن ده هديله شويه كلاسز. تمام. هديله كلاس اسمه C1 وكلاس اسمه C2 وكلاس اسمه C3 وكلاس اسمه C4. تمام. طيب وطبعا هديله ID هسميه section sec مثلا. تمام. فانا دلوقتي هقول له عايزة اكسسه، هقول له var الاليمنت اللي اسمه section هيساوي document.get element by id، الاي دي بتاعه اسمه سيك. تمام. هاته. تمام. وبعد كده هقول له var class list equal section dot class class list. تمام. بعد كده هقول له console dot log ماشي، هطبع ايه بقى؟ هطبع الكلاس ليست. طيب خلينا نغير، يعني نغير دي عشان ما تبقاش شبهها، ونطبعها كلاس ليست ماشي. تمام. تمام. دلوقتي المفروض هيرجع معايا ايه؟ هيرجع معايا لسته فيها سكشن، هيرجع معايا لسته فيها C1 C2 C3 C4 زي ما انا عاملاهم اهم، C1 C2 C3 C4 ماشي. طيب تعالى، او فعلا طلع لي لسته اللي هو مكونه من 4 C1 C2 C3 C4. تمام. دي الكلاسز اللي عندي. طيب لو انا عايزه بقى اد كلاس او ريموف كلاس او اعمل توجل هنفهمها، او اسيرش عن كلاس معين، خليني الاول اسيرش عن كلاس معين ماشي. طيب انا عايز اقول له الكلاس ليست بتاعتك دي، هقول له var، هقول له var is found، var is found ماشي. هقول له عايزه الكلاس ليست بتاعتك دوت كونتين، دوت كون، هقول له دوت كونتين الكلاس ليست بتاعتك فيها C1 ماشي. لو هي فيها C1 هيرجع ترو، يبقى ايه الفاوند بتاعتي دي فيها ايه؟ فيها ترو. فتعالى خلينا اطبعها، اقول له كونسول دوت لوج، وهقول له از فاوند ماشي، هحط سيمي كولوم عشان ما يضربش، طلع لي ترو عشان هي فيها C1. انا بسرش عن C1، عن كلاس اسمه C1. تمام. طيب خليني قبل ما سرش عنه هعمل له ريموف ماشي. فاجي هنا هقول له كلاس ليست دوت ريموف، هقول له امسح، هقول له امسح C1 ماشي، انا كده مسحته. تمام. فعشان كده لما سرشت عليه لقيته اتمسح. تعالى كده نبص على الاليمنت اهو، بص اللي موجود عندي C2 C3 C4 مسحه. تمام. وعشان كده لما سرشت عليه قلت له is found C2 is found، قال لي لا، قال لي مش موجود خالص. طيب بعد ما عملت له ريموف خليني اعمل له اد تاني، كلاس ليست دوت اد ماشي، هقول له هو انا مسحت سي و ايه سي 1 ماشي، هقول له سي 1 رجعه تاني، ضيفه تاني. تمام. يبقى هو يعمل له ريموف وبعد كده ايه هيرجعه. طبعا احنا رجعناه واحنا بنسرش عنه فرجع لي ترو لقاه. فتعالى كده نبص على الاليمنت اهو، رجعه بس رجعه في الاخر بقى. بصوا هو كان مكانه في الاول C1، هو ضافه في الاخر اهو. تمام. طيب ايه بقى طاجل دي؟ قال لك دي طاجل انت بتديها عنصر، بتروح تدور عليه في الليسته اللي عندك، لو هو موجود بتمسحه، طب لو هو مش موجود بتضيفه.
ماشي تعالوا كده بعد اس ون وكل حاجة، خليني اقول له classless دوت toggle دوت toggle، هقول لها C7 ماشي، وبعد كده هقول له اطبع لي الكلاس ليست. تمام، طاجل دلوقتي هتروح تدور في الليسته اللي عندي على C7 ماشي، ملقتوش، احنا مش موجود C7، فبص راح اضافته في الاخر. تمام، طيب تعالى كررها تاني، كررتها تاني ايه اللي هيحصل؟ هي دلوقتي هتروح في سطر 334 هتدور على C7 مش موجود، هتروح جاي ضايفاه. طب هتيجي في سطر 335 هتدور على C7 موجود، هتروح جاي مسحاه. ماشي تعالوا كده نرن، بص شالت C7 اهو، ضفته في الاول وبعد كده شالته، يبقى طاجل بديها عنصر بتروح تدور عليه، انت موجود خلاص همسحك، مش موجود خلاص هضيفك. تمام فاهمين؟ تمام. طيب احنا كده خلصنا الجزء بتاع الكلاس ليست كله، تمام، تمام. بس وسرشنا وضفنا ومسحنا وعملنا طاجل خلاص، فاحنا كده ايه غالبا خلصنا الجزء بتاع ان انا اكسس عنصر بقى. بص طبعا ممكن تجيب كلاس ليست اوف الزيرو، تمام، وفي فانكشن اسمها ايتم، يعني ممكن تقول له كلاس ليست دوت الايتم، هي بتساوي يعني الايتم اوف الزيرو، هي بتساوي كلاس ليست اوف الزيرو على طول. تمام، ودي بيسرش. تمام، اي بصوا ايتم يا جماعه، لو انا مثلا عايزه اجيب اول كلاس ليست عندي فاقول له كلاس ليست دوت الايتم اوف الزيرو، وممكن هي بتساوي كلاس ليست اوف الزيرو على طول. تمام، ده لو انا عايزه اوصل لواحد معين، يعني هي كده كده عباره عن اري، انا اكتر من فاليو يبقى اري، وانا باكسسها بالاندكس، الاندكس عندي بيبدا بزيرو. تمام، طيب احنا بقى اتعلمنا ازاي ناكسس العناصر، كل اللي انا كنت بعمله كنت بجيب عناصر من صفحه ال HTML واطبعها او اعمل عليها اي حاجه. طيب ازاي اكريت عنصر اصلا مش موجود في صفحه ال HTML؟ ازاي اكريت عنصر مش موجود في صفحه ال HTML خالص؟ ماشي تعالوا اقول له، تعالوا بقى نعمل كود مش موجود. ماشي انا هقول له عايزه اكريت باراجراف، فهقول له var b هيساوي document dot create elements. create element ماشي، الاليمنت اللي انت عايزه تكريتيه، انا عايزه كريت باراجراف. ماشي طيب هو كده، لا يعني لو عملت الباراجراف كده بس خلاص هيكريت باراجراف. طيب انا عايزه كريت التكست، عايزه كريت التكست وادخله جواه. ماشي طيب عشان اكريت التكست عندي حاجه اسمها ايه، عندي دوكيمنت دوت كريت تكست نود. ماشي فانا هقول var text هيساوي document dot create text node. ماشي dot create text node، وهروح جايه مدياها التكست اللي انا عايزه احط فيها، احط فيها اللو وورد. ماشي طيب عايزه بقى يعني اضيف التكست ده للباراجراف اللي انا عملته. ماشي فانا هقول له ايه بي دوت ابند الشايلد، وهقول له التي التكست اللي انت عملته. تمام طيب الباراجراف برضو، يعني الباراجراف ده انا لسه ما ضفتوش، هل انت الباراجراف ده انت ضفته؟ مش لازم انا اروح اعمل له ابند في البادي او اعمل له ابند في اي حاجه، يعني عايز اروح احطه في مكان معين، ممكن اروح اعمل له ابند ان هو تشايلد في عنصر، وممكن اعمل له ابند في البادي نفسه. تعالى كده نشوف العنصر اللي هو كان ايه، اللي هو كان اسمه ماي ديف، ممكن اعمل له ابند من يبقى ابن من ابناء ماي ديف. طيب هشوف ماي ديف انا كنت مسمياه ايه، انا كنت مسمياه بيرن. تمام فانا ممكن اقول له ايه بيرن دوت ابند تشايلد، ابند تشايلد هحط مين يا عم،
هتحط الباراجراف بتاعك. ماشي؟ طيب تعالوا بقى نرن. فين بقى؟ انا عايز ادور على الديف اهو، هو ده، عايز ادور على الديف ده واشوف ابنائه فين. بص الديف ده كان فيه اتش 1 وكان فيه باراجراف وكان فيه فورم وكان فيه تيبل. بص كاريت باراجراف، كريتنا باراجراف باستخدام عنصر الاتش سوري كريتنا عنصر اتش تي ام ال من نوع باراجراف باستخدام الجافا سكريبت. ماشي؟ وكريتنا تكست وحطيناه جواه اللي هو هلو وورلد. ماشي؟ طب العنصر ده بقى الباراجراف نفسه عايز اعمل له ابند، يا تروح تعمل له ابند في الباضي على طول يا اما تروح تعمل له ابند في مكان معين. طيب انا عايزاه يكون في ابناء ابن من ابناء الديف اللي اسمه ماي ديف، اللي واخد اي دي اسمه ماي ديف. ماشي؟ فروحت جبت العنصر ده وقلت له دوت ابند تشايلد، حط يعني حط ده كابن من ابنائك، وقلت له البي عشان كده هو اتحط. فاهمين ولا مش فاهمين؟ اه تمام ماشي. تمام. طيب هو ده كل اللي انا قلته، دوت ابند تشايلد اه ده كل اللي انا قلته. وده مثال تاني خلاص، يعني هو نفس المثال. ماشي؟ وهنا يا جماعة بيقول لك ينفع ان انا اعمل كريت لكومنت، لو انت عايز تحط كومنت في مكان معين فاقول له دوكيمنت دوت كريت كومنت وتدي له الكومنت ده، لو ضايق بيك الدنيا يعني وعايز تعمل كومنت من الجافا سكريبت، يعني مكسل تروح تقف على ال HTML وتقف على البتاع وتعمل كنترول ظا وضايق بيك الدنيا وعايز تنكد على نفسك وتروح تعملها من الجافا سكريبت. ماشي؟ وقال لك كمان ممكن ان انا اكريت اتريبيوت، اقول له دوكيمنت دوت كريت اتريبيوت واعمل له تايتل. طب الاتريبيوت ده انا عايزه اديه ل يعني الاتريبيوت ده عايزه اديه لعنصر معين، فبجيب العنصر المعين ده دوكيمنت دوت جيت اليمنت باي اي دي وخزنه فاريبل، وبعد كده قلت له سيت اتريبيوت وكده. طبعا بدل كل الكلام ده انا اصلا قلت لكم ممكن اجيبه على طول وبعد كده اقول له سيت اتريبيوت وبعد كده اقول له تايتل الاتريبيوت اللي انت عايز تدهوله يعني تضيفهوله وبعد كده الفاليو بتاعته بدل الهري اللي فوق ده كله. الطريقه دي اللي انا اصلا قلت لكم ازاي، يعني لسه قايله لكم من شويه ازاي نسيت اتريبيوت بدل كل الهري ده. عايز تصعبها على نفسك وتتعب اعملها بالطريقه دي. طيب لو عايزه بقى امسح ابن من الابناء، يعني انا عايزه امسح ابن من الابناء، يعني ماي ديف اللي عندي ده العنصر اللي هو واخد اي دي اسمه ماي ديف، تمام؟ عايزه امسح مثلا اول ابن فيه. ماشي؟ فعندي فانكشن اسمها ريموف تشايلد، فهقول له انا مسميه بيرنت، فانا هقول له بيرنت دوت ريموف تشايلد وبعد كده هقول له بيرنت دوت تشيلدرن زيرو. ماشي؟ فهيعمل ايه؟ هيروح يمسح الاتش 1 ده، صح كده؟ تمام؟ فاهمين ولا اعملها معاكم؟ هعملها معاكم يعني. فاهمين؟ انا فاهم عن نفسي. طيب حد يا جماعه والحته اللي انا قلتها دي ما فهمهاش؟ شباب لو حد ما فهمهاش يقولوا انا هعملها. احنا قربنا نخلص عموما باقي الايفنت، ناقص لي الايفنت بس، وانا هطبق مش هطبق عليهم كلهم، يعني هطبق على كام واحده بس. ماشي؟ تمام. طيب يعني ادخل خلاص في الايفنت؟ اه تمام ماشي. طيب حلو. الايفنتس بقى دي فيها الاون فوكس. الاون فوكس لما بيبقى عندك الانبوت بتاع الفورم، لم يعني بقول له لما اليوزر يدوس يفوكس على الانبوت، ماشي، هيتنفس حاجه معينه، تمام؟ طب اون بلور لما يبعد، لما ايده تبعد، تمام؟ اون كليك لما ادوس على اي حاجه، على بطن، على صوره، على اي حاجه، لما تدوس على الصوره مثلا او على اي حاجه نفس حاجه. ماشي؟ اون دي بي كليك، اون دبل كليك لما ادوس مرتين، اون ماوس، اون ماوس سنتر لما بص لما اخش بالماوس كده على حاجه، يعني عارف زي الهوفر كده في ال زي الهوفر في ال في اللينك، تمام؟ اون ماوس ليف لما ايدي مثلا على الجزئيه دي، لما امشي من على يحصل حاجه. ماشي؟ اون كي اب لما ارفع ايدي، برضو دي زيها لما ارفع ايدي من على حاجه. ماشي؟ اون كي داون دي اون كي اب لما ابعد اي حاجه كده، يعني
اي حاجه يعني لما ابعد عن اي حاجه بالماوس، بص يعني لما تلوش كده على حاجه ماشي. طيب انكي انكي داون بيبقى مثلا في زرار، طبعا دول خاصين بالزرار مش اي حاجه، الكي اب والكي داون دول خاصين بالزرار ماشي. الكي اب لما تبقى كده واقف على زرار وبعد كده تلوش ايدك بعيد عنه، ده اللي هيتنفس. طب الكي داون لما تبقى ايدك على الزرار، يعني ايدك كده نزلت مع الزرار ماشي. طيب اون كي بريس لازم تضغط، لازم تضغط على الزرار عشان تتنفس. اون سب مدين مش هطبق عليها النهارده، بس هطبق عليها في الباك اند لما تيجي تبعت مثلا داتا من صفحه لصفحه تانية عايز يحصل كذا، دي هطبق عليها في الباك اند يعني. الريسايز لما في ريسايز طبعا في ال... دي ما اعتقدش هنحتاجها لان دي في الريسبونسيف. في الريسبونسيف يعني لما حجم الشاشه بيتغير، طبعا احنا عارفين ان الكود احنا ممكن نقدر نعمل كود يشتغل على التليفون، يعني على كل احجام الشاشات، حجم التليفون وحجم التابلت وحجم اللابتوب وكده ماشي. فانت لما بتيجي تعمل ريسايز للشاشه ممكن ايه تعمل حاجه معينه، فدي هنستخدمها في الريسبونسيف. فانا طبعا مش هشرح الريسبونسيف في الكورس ده، انا بشرح اساسيات بس، فدي غالبا مش هنستخدمها. اون لود طبقت عليها معاكم المره اللي فاتت، لما تعمل لود للصفحه للويندو بتاعتك تكاري كل عناصر ال HTML كلها نفس كذا ماشي. طيب خليني بقى ايه اروح اعمل شويه عناصر في صفحه ال HTML وبعد كده عشان نقدر نطبق عليها كل الكلام ده ماشي. طيب خليني اعمل ده. خليني اقول له ديف ماشي، وهدي له اي دي ايكوال ديسبلاي ماشي ماشي. وجوه الديف ده هعمل باراجراف مثلا، هقول له باراجراف. طيب هكتب جواه ايه؟ انا المفروض ان انا عايز اعمل بوتن، لما ادوس عليه كل ده يختفي. هقول له مثلا ايه this is will hide after click the button after click the button ماشي. طيب وعايز اعمل بوتن، عايز اعمل بوتن هنا، عندي تاج اسمه بوتن بيساعدني ان انا اعمل بوتن تمام. هدي له فاليو اسمها هايد مي ماشي، وهدي له طبعا اي دي اسمه بوتن ماشي. طيب خلينا بس نمشي على ده الاول تمام. طيب محتاجه بقى نعمل ايه دلوقتي؟ محتاجه انا لما اليوزر يدوس على البوتن اللي اسمه هايد مي ده، العنصر كله اللي هو الديسبلاي كله البيرنت بتاعه كل اللي فيه اختفي. ما انا لو عملت يعني عملت للعنصر البيرنت الاب ده اللي هو الاي دي بتاع ديسبلاي اختفاء، كل اللي جواه هيختفي صح. فانا عايزه اليوزر لما يدوس على البوتن ده اللي هو اسمه هايد مي، تعالوا بس نشوف الدنيا اتعملت ولا لا. اهو بص هايد مي اللي فيه اهو في باراجراف ماشي، في باراجراف اهو وفي هايد مي ماشي. عايزه اليوزر لما يدوس على ده، لما يدوس على البوتن ده اللي يحصل، اللي هيحصل عايزاه يخفي الباراجراف ده ويخفي كل حاجه، يخفي البيرنت بتاعه ماشي. هعملها ازاي هقول له ايه؟ document.get element by id ماشي. ال id بتاع البوتن انا مسميها ايه؟ مسميها بوت صح؟ مسميها بوت اه ماشي. طيب عايز ايه؟ هنفذ عليه ايفنت معين. ايه الايفنت؟ لما اليوزر يدوس. طيب الايفنت لما اليوزر يدوس ده اسمه ايه؟ قال له اسمه اون كليك ماشي. فاقول له دوت اون كليك لما اليوزر يدوس عليه ماشي، نفذ لي الفانكشن دي ماشي. هتنفذ ايه يا عم؟ هات لي العنصر اللي هو البيرنت بتاعه. طب البيرنت بتاعه انت محدده بحاجه معينه؟ اه انا قال لك انا مديله اي دي اسمه ديسبلاي ماشي.
طيب بعد ما تجيبه هتعمل فيه ايه؟ قال لك اعمل اخفيه. ماشي. طيب هقول له ايه هنا بقى؟ document document dot get element by id. انا مسمية ال id اسمه display. ماشي. طيب هخفي يعني هلجأ لل css. ماشي. هلجأ لل css يبقى البروبرتي اللي اسمها style dot. فاكرين كنت بخفي العنصر ازاي في ال css؟ قلت طريقتين. فاكرين لما قلت في طريقة الديسبلاي نون دي بتخفي العنصر ولا كأنه كان موجود، وكمان بتخفي المساحة بتاعته، وفي الفيزابيليتي هيدن بتخفي العنصر بس بتسيب المسافة بتاعته بتبقى ملحوظة. فخليني هقول له هخفيه عن طريق ديسبلاي وبعد كده اديله قيمة اسمها نون. صح؟ انتوا فاكرين الكلام ده يا جماعة؟ انا شرحته في السي اس اس. تمام تمام. فدلوقتي المفروض لما انا اكليك على البوتن اللي يحصل يجيب العنصر اللي هو الاي دي بتاعه ديسبلاي ويخفيه. طب مين الاي دي اللي بتاعه ديسبلاي؟ الاب. طبعا ده الاب البيرنت بتاعه، فهيخفي الباراجراف وهيخفي كل ده. تمام. طيب تعالوا هنا هقفل ده بقى. ماشي عشان الدنيا توضع عندي. رفرشت. بص المفروض ان انا هكليك اهو خفا وخفى الباراجراف بتاعه وخفى كل حاجه وملوش اثر، ملوش اثر. ماشي ده اللي حصل. طيب تعالى كده بقى عايزه اقول ايه، عايزه مثلا اقول له انا عايزه اجيب هلو ستودنت 1 ده في الجافا سكريبت، او لما اليوزر يدوس، عايزه اقول لما اليوزر يدوس دبل كليك على هلو اتش تي اي ستود 1 ده يتلون باللون الاحمر. هعملها ازاي؟ هقول له هو انت ده هلو ستود 1 ده. طيب خليني بس معلش اديله اي دي علشان لو انا جبته بالكلاس هضطر اتعامل، مش هيتلون يعني، لا هيتلون بس هضطر اتعامل مع اري وهدخل بقى في اندكس ومش اندكس. خليني اديله اي دي احسن، انا اصلا على طول بشتغل بالاي دي. ماشي. فاقول له ايه استيود 1 برضه. ماشي تمام. فانا هقول له هنا ايه دوكيمنت دوكيمنت دوت جيت اليمنت باي اي دي. ماشي استيود 1 تمام دوت اون دبل كليك. دبل كليك يا جماعه مش كليك واحده، لازم ادوس مرتين. تمام. لما تدوس دبل كليك نفذ لي الفانكشن دي بعد اذنك. طيب الفانكشن بتاعتك بتقول ايه؟ بقول لك عايزه الاليمنت ده نفسه يعني الاليمنت اللي انا شغال عليه ده اللي هو لما ادوس عليه عايزاه هو نفسه يتلون باللون الاحمر. بصوا بقى خدوا بالكم من نفسه، فمش هكرر كل الكلام ده تاني. فهقول له زيس نفسه دوت ستايل غيره لي دوت كولر ايكوال ريد. ماشي. انا قلت له ايه يا عم؟ انا قلت له روح على العنصر اللي واخد اي دي ستيود 1 ستيود 1 دي. ماشي دوت اون دبل كليك. لما اليوزر يدوس عليه مرتين نفذ الفانكشن دي. هتعمل ايه؟ نفس العنصر اللي انت بتطبق عليه الايفنت اللي هو ده، نفس العنصر اللي انت بتطبق عليه الايفنت اللي هو ده. طبعا انا مش هقعد اكتب تاني، فقلت له زيس هو زيس دي هو يقصد بيه نفس العنصر اللي انت بتطبق عليه الايفنت دوت ستايل دوت الكولر الدي كولر ريد. طيب تعالى كده هو ده دوست مره ما اتعملش، دوست مرتين بص اتعمل. مره ما بيتعملش لازم تدوس مرتين ورا بعض، فاهمين؟ فاهمين؟ طب تعالوا بقى نعمل بتاعة الام فوكس والام بلور، دي خاصة بالانبوت بتاع الفورم. تمام؟ طيب انا لسه مش هقعد اكتب بقى كود. بص انا هفتح الفورم اللي احنا كنا عاملينه، هاخد الكود بتاعها كود. اللي انا عملته ده ماشي، ده اتفتح بس هاخد الكود بتاعها كوبي وبعد كده ايه نطبق عليها اتنين ايفنت. اتفتحت. بصوا هاخد الفورم دي كوبي، هي اتفتحت قدامكم كده الفورم اللي انا حددتها دي هاخدها كوبي. ماشي. طيب شكرا انا خدتك. ماشي هنصحها بقى.
طيب اروح انا بس اتاكد ان هي اتعملت. ماشي، عمل لي الفورم اهي. ماشي، انا عايزه هنا اقول له لما فوكس هنا، بص انت لما بتفوكس وتيجي تكتب، ماشي خلاص ادام عملت فوكس يبقى الحاجه اللي انت نفذتها حتى لو انت بعت يبقى هتفضل موجوده. ماشي، طيب تعالي بقى، تعالي هنا بس ابص على الفورم اشوف انا كنت مديها ايه. هي واخده كلاس اسمه ان. ماشي، طيب خليني بس اديها كمان اي دي لان انا بحب اشتغل بالاي دي. اقول له الاي دي ايكوال، ماشي اقول له نيم مثلا. ماشي، فانا هاجي هنا اقول له ايه، دوكيمنت، دوكيمنت، دوكيمنت دوت جيت element by id، ال id اسمه name. عايز تعمل ايه يا عم؟ عايز لما يفوكس، لما اليوزر يفوكس عليها اسمها on focus. ماشي، نفذ لي الفانكشن دي. ماشي، نفذ لي الفانكشن. ايه الفانكشن اللي انت هتعملها؟ مثلا عايزه البوردر، البوردر color خليه باللون الاحمر. ماشي، طيب انا هنفذ مين؟ انا هنفذ على العنصر ده نفسه، البوردر بتاع العنصر ده نفسه، فخلاص مش هكتبه تاني، هقول له this. ماشي، this dot style، this dot style dot البوردر، البوردر color. ماشي، وبعد كده هقول له غيرها للون الريد. ماشي، ده لما تفوكس. تمام، طيب ماشي، انا كده عملت فوكس وكتبت ومش عارفه ايه، خلاص هو كده بالنسبه له حصل فوكس، غير البوردر باللون الاحمر. طيب خليني اعمل على نفس العنصر اقول له ان بلور. لما اقول له ان بلور يعني يحصل حاجه برضه، ان بلور ده لما ابعد، يعني لما عملت فوكس وبعد كده ابعد ان بلور. ماشي، لا هقول له باك جراوند كولر، باك جراوند كولر، هقول له حاجه ملحوظه بقى مثلا يلو. ماشي، يلو مكتوبة غلط، يلو في ده. ماشي، بصوا انا هنا فوكس عمل، كتبت الكلمة اللي انا عايزاها كده، ايه اللي حصل؟ منفذت لان بلور باك جراوند كولر ايكوال يلو، جيت element باي اي دي نيم دوت ان بلور، نفذ الفانكشن دي، خلي الباك جراوند كولر ايكوال يلو. ليه ما نفذهاش؟ هو خلى فيه باك جراوند كولر بس مش يلو. ثواني، عشان انا ما كنتش رفرشت، عشان انا ما كنتش رفرشت. بص انا رفرشت اهو، انا دلوقتي عملت فوكس، كتبت حاجه بعت بقى باللون الاحمر. هو بالله بص، لاحظتوا؟ خدتوا بالكم؟ تمام، ام بلور لما بعت خلى الباك جراوند كلر اهو باللون الاصفر. طيب قال لك في طريقتين لكتابه الايفنت، بص انا بحب الطريقه دي بصراحه، يعني انا عن نفسي بشتغل بالطريقه دي. طيب قال لك في طريقه تانية ان انت تعمل ايه؟ طبعا في الطريقه هي اللي انا عملتها، ام كليك وبعد كده فانكشن وتنفذ كذا، وفي طريقه الاد ايفنت ليسنر. ماشي، هتجيب عنصر معين، يعني مثلا انت عندك عنصر اهو اسمه بوتون اي دي ايكوال بوتون 1، وماشي وبوتون اي دي ايكوال بوتون 2. ماشي، فجه هنا فار بوتون 1 جاب دوكيمنت دوت جيت اليمنت باي اي دي واداله ماي بوتون 1. ماشي، وجاب العنصر ده. تمام، تخلينا بقى هنا، خلينا بقى هنا، بص الطريقه الثانيه. ماشي، ايه اللي حصل؟ قال لي ماي بوتون 1 اللي هو ده، اللي هو اصلا جاب الاليمنت اللي هو دوكيمنت دوت جيت اليمنت باي اي دي اللي هو اسمه ماي بوتون 1 دوت اد ايفن ليسنر. ماشي، انت عايز الايفنت اللي انت هتضيفه ده، قال لك ايه؟ قال لك انا هضيف كليك، يعني اللي هي كان قلت له دوت ان كليك. ماشي، فقلت له كليك وبعد كده عملت كوم، وبعد كده قلت له لما اليوزر يدوس كليك نفذ الفانكشن. تمام، فانت ممكن تقول له ايه لو احنا عايزين نعملها اون فوكس، فهتقول له دوت اد ايفن ليسنر، وبعد كده تقول له فوكس لما اليوزر يدوس فوكس، لما يفوكس على الانبوت نفذ الفانكشن دي، تعمل كوم وتكتب فانكشن وتظبط الكود بتاعها.
طيب بلور، هتقول له بلور بتشيل اون، هو حتى ما يعني عاملها بتشيل اون، فوكس بلور كليك دبل كليك دي بي كليك ماوس سنتر بتتكتب كده ماشي، سبميت ريسايز بتشيل اون، لود طبعا اللود دي احنا طبقنا عليها المره اللي فاتت ده، انا بقول له لما تكريت عناصر الصفحه كلها بتاعه ال HTML نفس كده. وطبعا يا جماعه مش محتاجه يعني بتاعه الاون كي بريس والحاجات ديت، يعني لما اجي بايدي على حاجه معينه يعني ماشي ممكن نحتاجها، بس ممكن نحتاجها يعني بيتهيألي في مواقع لما تيجي تقف على حاجه معينه يعني بيحصل لها حاجه معينه، مثلا بيبقى فيه شاد وبيبقى فيه لون مختلف ممكن نحتاجها. ماشي فهمتوا النهارده؟ انا حاولت الم حوالي 90% من الضم. وطبعا كان استحاله ان انا ادي البوم النهارده، انتوا اصلا قادرين يعني في دماغ ان انتوا تستوعبوا معلومات تانية، مش الناس اللي عارفه الكلام ده قبل كده، على الاقل الناس اللي هي اول مره تسمع الكلام ده طبعا. فانا قلت مش استحاله ان انا ادي الاثنين مع بعض، فخلاص يوم السبت ان شاء الله يعني هدي الضم وهدي البوم وهدي تدريب. تمام خلاص تمام. حد عنده اي استفسار؟ حد عنده اي استفسار؟ لا تمام. طيب انا هرفع طبعا هرفع هابديت على الجافا سكريبت اللي موجود بكل الكود الجديد، هابديت الملف كله بكل الكود الجديد اللي انا عملته، هرفع الملخص ده عشان لو حد عايز يبص عليه. ماشي حد عايز اي حاجه؟ السلام عليكم يا باشمهندس. تمام السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام.